السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله بخير. أستاذة يا شيخ، كنت عايزة أعرف حكم سفر سفر يعني من مصر للسعودية. هو بابا هيوصلني للمطار، ومسؤول المجمع ده أنا هشتغل فيها، هشتغل طبيبة يعني، هيستقبلني هناك في المطار السعودي. طيب معاكي محرم في السعودية ولا ما عندك محرم هناك؟ لا، ما عنديش محرم هناك. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. وجودك في العمل هناك بدون محرم خطر عليك في دينك. هو أنا هستخدمه، هعمل له استقدام أول ما أوصل، يعني قال لي في خلال 5 أيام تقدر تعمل له استقدام مجرد ما إقامتك تطلع. على كل حال، إذا كنت بهذه المثابة وستعمل استخدام وتقبل ربك، تقول المسافة قصيرة، على كل لعله عذر، لعله عذر إن شاء الله.